اجتمعت مع زوجتي في ليل رمضان ولم أتطهر واستيقظت على صلاة الظهر فاتطهرت وأكملت صيامي، فهل يجوز؟ نعم يجوز. بس خلي بالك الكلام اللي انت بتقوله ده هو معناته انك مصليتش الفجر يا مجرم، معناته كده. لكن الأذان أذن على جنب، صلاته صيامه صحيح، انما هو لازم يغتسل ليه؟ عشان صلاة الفجر، ما احنا عندنا صلاة الفجر دي لغاية الشروق، يبقى لازم كده. لم يفعل، هل بطل صومه؟ لا، ما بطلش صوم. إذا استيقظ الظهر ولا قريب من العصر، يروح يغتسل ويصلي الفجر ويصلي الظهر ويلاقي العصر أذن فيصليه وهكذا. لكن إيه علاقة ده بالصيام؟ لا علاقة لذلك بالصيام. يبقى في فرق ما بين حلول الصيام علي وأنا على هذه الحالة، وبين إنشاء الجنابة وأنا صايم. إنشاء الجنابة وأنا صايم دي تبطل الصيام خلاص، ما تنفعش. هل يجوز أن أتطهر من دم الحيض بعد صلاة الظهر وأكون نويت الصيام من الليل؟ هي طهرت بليل، نوت الصيام، جزاها الله خير، أذن الأذان، إيه اللي خلاك ما روحتيش تغتسلي وتصلي الفجر؟ ما عملتش. طب ماشي، صيامها صحيح، لأن الصيام لما جاها كانت جنبا من الحيض، بس الحيض انتهى ونوت وصامت، وبعدين جات بقى الظهرية كده اغتسلت، يبقى تصلي بعد الاغتسال الفجر اللي عليها والظهر. طيب، وتصلي كمان الحاجات اللي دهمتها قبل الحيض، يعني في قبل الحيض أذن الظهر الساعة 12 كانت بتطبخ وبتاع ومش عارفين، كانت في الشغل، عشان لما بنقول الستات بتطبخ بيزعلوا، معرفش ليه، كان زمان يفرحوا كده، دلوقتي ايه العصر بتاع الفتن بيزعل. تطبخ دي يعني منها الحياة ومنها الإطعام، يعني حاجة حلوة قوي تفرح. المهم قليل ما يفرح، كانت في الشغل فما صلتش الظهر الساعة 12، فجت الساعة 1 جت لها الحيض، يبقى الظهر دي في ذمتها، يبقى لما تطهر تقضيها. وقص على هذا، ما فيش حرمة، هي ما ارتكبتش حرام، لكن هي في ذمتها، انشغلت ذمتها بيها.